المدرسة الابتدائية بمشتت المزاير لم تستثنيها الأمطار المتساقطة أمس فشكلت طوفانا كاد يؤدي بحياة الصغار لولا لطف الله وتدخل الإدارة وطاقمها التربوي في إجلاء الصغار. الأمطار اللي تهطلت كل تصب في المؤسسة داخل المؤسسة التربوية. فخرجتوا الولاد؟ خرجناهم من مع الزملاء المعلمين نفوتوا كل تلميذ خرجوهم من الواد للطريق. الوضع المتكرر سبب التعب لعائلات المشتى وأبنائهم المتمدرسين، وحقيقة الاستعجال في وضع حد للوادي المتاخم لها سيرفع الحرج عليهم. كنا البارح في حملة كبيرة نصبت بزاف وخرجنا سجمورات والمدير ففي الكار داونا الديار تاعنا الحملة خطاش كانت كبيرة بزاف. نطلب من السلطات انهم ينطلعوا فينا باش ما تقيسناش الحملة المرة الجاية. النداءات المتكررة والمعاناة الدائمة بمدرسة الشهيد بن نزار محمد تنتظر تدخل أعلى سلطات الولاية لمجانبة المخاطر ووضع التلاميذ في أريحية المكان بعيدا عن السيول الجارفة للفيضانات.